لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد سحل عروسته في قاعة الفرح وغضب كبير، عريس كفر صقر كان معمول لعمل. كشف محمد الهادي عريس وقاعة كفر صقر تفاصيل مقطع الفيديو المتداول له وهو يضرب عروسته في قاعة الزفاف. وقال الهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث: بساز ورساك كان معمول لعمل، وكنت بشد فستانه واسأل نفسي انا بعمل كده ليه. واوضح انه حمل زوجته بعض القطاع في القاعة ولكنه لم يستطيع، وشعر ان جسمه في حالة غير طبيعية. واكد ان اسرته حضرت له مجموعة من المشايخ اذا جمعوا انه تعرض الى سحر اسود، واشار لانه تم فك هذا السحر، واعتذار لواد العروسة ولكل الحاضرين في القاعة زفاف، مشيرا لانه ما حدث معه كان تصرفا الا اراديا. وقال على الجانب الاخر: اوضحت عروس وقاعة كفر صقر ما كانش في مشكلة، وكملنا فرحنا عادي في ناس حقدة وحاسدة، كان معمول لنا عمل. وكتب التعليقات: حرام صعبت علي العروسة، اكره الشخص الغير رحيم. وايضا منهم كتب: والله لو بنتي هتفين مكانه ما اعرفش تاني، وترى بقى روحت معاه البيت ولا روحت بيتها لها. وكتب اخر: تحية تقدير واحترام للشخص اللي اعطاها صفعة على وجهه، ما هو شخص طبيعي نهاية، الله يغزو، حرام عروس. وكتب اخر: هذا الشيء صدمة للجميع في مثل هذه المناسبة التي المفروض ان تكون سعيدة، اتمنى ان يكون هناك مع الفحوصات الطبية الروتينية التي تكون قبل الزواج فحص واستشارة مختص نفسي لمعرفة اي اضطرابات عقلية او سلوكياته او عاطفيته، وفحص مخدرات وبرنامج توعية ما قبل الزواج.